المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بجولة تفقدية لقافلة تموينية بحي المطرية ضمن سلسلة قوافل التي تنظمها المحافظة بصفة دورية بالأحياء الشعبية والأماكن الأكثر احتياجا للمساهمة في توفير السلع الأساسية المختلفة بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار. احنا طبعا هنستمر في هذه القوافل، احنا زي ما قلت قبل كده يوم بعد يوم قافلة على طول في منطقة شعبية، فالحمد لله جايبة نتيجة كويسة جدا، والأسعار في المناطق اللي احنا بننزلها فعلا بتهبط نتيجة زيادة المعروض بدرجة كبيرة. النهاردة في حوالي يمكن 5% في الميدان. واستمع المحافظ خلال الجولة لشكاوى المواطنين والتي تمثلت في عدم توفير البطاقات التموينية لديهم، مما يصعب عليهم الحصول على الخبز المدعوم والمواد التموينية، كما اختلفت الآراء بين المواطنين ما بين الرضا وعدم الرضا على القوافل التموينية المدعومة، مطالبين المزيد من التحركات الرقابية وفرض التسعير الجبرية على التجار. الرقابة إذا أمن المرء العقاب، ما ينفعش. يعني احنا دلوقتي في حاجة ماسة للرقابة، ونشد كل الأجهزة الرقابية انها تفعل الرقابة على الأسواق وعلى التجار وترجع التسعيرة الجبرية تاني. المشروع حلو وجميل وما فيش أي حاجة، بس احنا برضو رحمة لينا، احنا صحابات عيال، اللي بياخد له 1000 جنيه مش هيكفيه. والله يا رحمة بينا شوية، الحمد لله رب العالمين رحمة بينا شوية، بس يا ريت بقى، يا ريت الزحمة دي تخف. بص الزحمة قد ايه، يا ريت يبقى العربيات تبقى كتيرة شوية عن كده. مواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال التجار أولويات الحكومة للتخفيف على المواطنين وإعادة الأمور إلى نصابها.